بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أعود بالذاكرة إلى أواخر ديسمبر 2011 عندما تم منح الثقة للحكومة، فأقول ماذا لو لم ننقسم إلى شقين سلطة ومعارضة؟ ماذا لو وضعنا يومها اليد في اليد وكان النصح والمساعدة هما العنوانان الرئيسيان للمرحلة مع نبذ التجاذبات والاستقطاب والعنف؟ ماذا لو كانت البلاتوات المحرضة والمشجعة على الفرقة بلاتوات تجميع وتشجيع للمستثمرين وإعطاء صورة بالأنوان عن تونس ما بعد الثورة؟ ماذا لو كان عوض 28 ألف اعتصام وإضراب وقطع للطرقات 28 ألف ساعة عمل تطوعا لدعم البلاد والتنمية في الجهات المحرومة؟ ماذا لو كانت الدعوة لتحسيس المواطن بصعوبة المرحلة وضرورة مشاركته لدعم العمل التنموي من خلال تحركه الإيجابي داخل مكونات المجتمع المدني؟ هذا جانب، وهنالك العديد من الأماني الأخرى تمنيناها ولكن حجبت السحب المصطنعة نور الشمس وزرقة السماء وفضاءنا الواسع، لأن هذا الذي تمنيناه كان صرحا من خيال هواء. لم تصفق اليد الواحدة، وتغلبت المصلحة الحزبية ورغبة الانتقام من خصم سياسي لتنزيف تونس اقتصاديا أمنيا اجتماعيا وسياسيا. إن هذه السنة التي مرت أعطت صورة سوداء ومخاوف من قدرتنا على التعايش، من قدرتنا على التعايش جميعا بكل تنوعاتنا واختلافاتنا. كانت حادثة اغتيال الفقيد شكري بالعيد مناسبة لتعبيرات كثيرة داخل البلاد، كان الكثير منها يصب في خانة التوظيف السياسي والتحريض الإيديولوجي لتصفية طرف بعينه وإخراجه من اللعبة السياسية قبل الانتخابات القادمة. إن حكومة تكنوقراط أو حكومة توافق وطني لن تنقذنا مما نحن فيه إذا لم تتغير العقلية، إذا لم يسحو فينا الحس الوطني ويطفو فوق كل مصالحنا الضيقة. لابد من حشد الحكومة والمجتمع المدني والمعارضة والإعلام وكل مكونات البلاد لأجل تونس، لأجل يوم جديد تشرق شمسه وقد بدأت أحلامنا بالنهضة تتحقق. لابد من رسالة للعالم بأننا بلد متحضر ديمقراطي تفصل بيننا إرادة الشعب المجسدة بالانتخابات ولا غير الانتخابات. أختم هذه المداخلة بالدعوة إلى الحب في يوم عيد الحب. مهما اختلفنا وتباعدنا، لأنه إذا بسطت شريعة الحب لن يقتل بعضنا بعضا، وسنكتشف قواسم مشتركة كثيرة، وسنعود لمبادئ ثورتنا العظيمة الحرية والكرامة والعدالة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم. بارك الله فيكم.